خبر، انا بدي حركة بالسوق، بدي راس رايح ولا جاي، انا بعصب، بيجي المخرج بس بعصب، وانا كمان بعصب. كل البهادل اللي لحالي لانك بتستاهل. اسمع كامل، ايوه بدي وقية لحمة مجرومة شغل عظم. شغل عظم؟ لا شغل نهائية. شغل هبرة. اسمع بدي لحمة حمراء شغل نش، تشويها بالكفتيرة. بدك تطلعنا مع المخرج يا زلمة؟ هاي لحمة استثمار. لا جاهز جاهز استاذ، جاهز بسيطة. انت فضيحة. ستاند باي ستاند باي. جاهزين استاذ؟ 5 4 3 2. يا الله. ولكن يا أخي لماذا لا يتقاسم الربح في كل يوم ويأخذ كل واحد منا نصيبه؟ لا يا سلمان لا، ما تقوله ليس عمليا لأنه سيسبب المتاعب لنا. ولما يا أخي؟ أنت تعلم يا سلمان أننا بحاجة لشراء الذبائح في كل نهار، أليس كذلك؟ أجل. معنى ذلك أننا سنظل مشغولين بما تدفع أنت وما أدفع أنا، وما تأخذ أنت وما أخذ أنا، ونحن في غنى عن هذا كله. فما الرأي عندك يا أخي؟ اسمع، انظر يا سلمان. ما هذا؟ صندوق يا سلمان، صندوق مقفل من كافة جوانبه وليس له إلا فتحة في أعلى. سنضع ربحنا في نهاية كل نهار في هذا الصندوق. وبعد ذلك؟ وبعد ذلك يا سلمان سنفتح الصندوق في نهاية كل شهر، ها؟ ونعد ما به من دراهم ونتقاسمها، ثم نعيد إغلاقه كما كان. فكرة رائعة، فكرة رائعة يا نعمان. أجل أجل أخفض صوتك. أجل ثم في نهاية كل شهر لا ندري كم أصبح لدينا من المال في الصندوق، فتكون مفاجأة لي ولك. أحسنت أحسنت يا نعمان، فكرة رائعة. ماذا تقول يا أزهر؟ نسرق الصندوق من سلمان ونعمان؟ أجل فلا شك أنه مليء بالدراهم. ولكن كيف؟ وما يدريك أنهما لا يأخذانه معهما إلى البيت ليلا؟ لن نسرقه ليلا يا ثعلبة، سنأخذه في وضح النهار وأمام أعينهما. كيف؟ اسمع خطتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. ما أشد وطأة البرد هذا العام يا نعمان. والبيت بحاجة إلى الكثير من الحطب والمؤونة. أعرف ما تقصد يا سلمان، فأنت بحاجة إلى المال، ولكن لا عليك، فغدا هو آخر أيام الشهر وسوف نفتح الصندوق وتأخذ نصيبك من الربح. بإذن الله بإذن الله يا أخي. اطمئن عليك. مرحبا. أهلا. مرحبا بك يا أخي. إن لي والدة عجوز اشتد عليها المرض. عافاها الله يا أخي. وأريد رطلا من اللحم لا دهن عليه ولا شحم، فإن ذلك يضر بصحتها. اطمئن ستكون مسرورا بإذن الله. تهيأ. ما هذا؟ ما هذا؟ ما
بك يا أخي؟ إن قطعة اللحم تمت، أجل إنها تتعرق. ماذا تقول؟ انظرها انظرها، غير معقول. انظر انظر انظر. ها؟ لا يا أخي لا يا أخي، أنت واهم، فكيف تتحرك قطعة اللحم؟ غريب أمرك. حقا ربما كنت واهما، ربما بدا لي انها تتحرك. رطلا قلت؟ نعم. هيا يا اخي، فانا على عجلك من امري. تفضل يا اخي. خذ. شكرا لك. سلمان سلمان. نعم يا نعمان. نعم. هل غيرت مكان الصندوق يا أخي؟ الصندوق؟ لا، كان هنا منذ لحظات. يا إلهي يا إلهي، لقد خدعنا الرجل، لقد سرقنا يا سلمان، سرقنا سرقنا يا سلمان، سرقنا. سلمان سلمان، هل تعرف الرجل الذي اشترى اللحم؟ أجل، وأعرف بيته أيضا. انتبه للدكان، انتبه للدكان. يا شرطي يا شرطي. ماذا؟ لقد سرقنا سرقنا. هيا تعال معي تعال معي. هيا. كم؟ 120 درهما. لك من مفكر يا أزهر. هيا هيا لنتقاسمها. لا، لنطبخ المال أولا ثم نتقاسم. لا، لنطبخ اللحم أولا ثم نتقاسم المال بعد الغداء. من يا ترى؟ افتح الباب يا ثعلبة، افتح الباب يا ثعلبة. هيا. ها هو الصندوق، ها هو يا سيدي، اقبض عليهما. ما الأمر يا سيدي؟ لمن هذا الصندوق يا رجل؟ له لي ولأخي ثعلبة. لا لا تصدق ما يقول، إنه لنا نحن، وأقسم على ذلك. أعطني الصندوق وهيا معي إلى دار القضاء. هيا هيا. اسمع يا نعمان، أنت تقول بأن هذا الصندوق لك ولأخيك سلمان، أليس كذلك؟ أجل يا سيدي أجل. حسنا، فكم فيه من الدراهم إذن؟ لا أدري، صدقني لا أدري كم فيه من الدراهم يا سيدي. وكيف أصدقك إذن؟ إذا كان لك كيف لا تعرف كم فيه من الدراهم؟ لم أكن أحسب يا سيدي. يا بني، إن البينة على من ادعى، وأنت تعجز عن تقديم البينة، فدعواك باطلة. ولكن أنا أقدم البينة يا سيدي القاضي. إن في هذا الدرهم الصندوق الصندوق إن في هذا الصندوق 120 درهما. نعم، 120 درهما. نعم، أليس كذلك يا سيد القاضي؟ أجل. أرأيت؟ أرأيت يا سيد القاضي؟ إنه لنا، إنه لي ولأخي ثعلبة. نعم. جمعناها درهما 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 درهما. لا تصدقه يا سيدي لا تصدق، إنه لنا وأقسم على ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعوا جميعا. نعم. ليخرج كل من في القاعة، أريد أن أخلو بنفسي برهة من الزمن. تفضلوا. سنخرج. هيا يا أخي هيا.
نعمان وسلمان يبدو عليهما الصدق، ولكن ليس لديهما الحجة والبينة. وثعلب وأزهر يبدو عليهما التشرد والصعلكة، ولكن لديهما الحجة والبينة. لمن الصندوق إذن؟ انظر، انظر إلى القاضي، يبدو مفكراً مهموماً، فما السبب يا ترى؟ لقد حيره أمر الدراهم والصندوق، ولم يستطع تحديد صاحبها. لو كنت أنا مكان القاضي لتوصلت إلى الحقيقة بسهولة. وكيف؟ أحضر ماء ساخنا وأضع فيه الدراهم، فإذا طفى الدهن على وجه الماء فهي القصابين، وإلا فالدراهم للرجلين الآخرين. ماء ساخن دهن فعلا، فدراهم القصاب تحمل الدهن. يا إلهي، كيف غابت عني هذه الفكرة؟ لقد أصاب الغلام. لقد ظهرت الحقيقة أيها اللصان، انظر. أيها الشرطي، اقبض عليهما. اللحمة يا سيد الرحمة، الرحمة يا سيد الرحمة، اقبض عليهما. يا سيد انتظر، هيا انتظر. الرحمة يا سيد. لو سمحتم، لو سمحتم استوديو. استوب يا اخوان، سرقوك حرامية الدجاج مشان ما تعطونيش لحمة. بتستاهل، تستاهل. تستاهل، لانه انت بدك تاخذها تشويها وهيك سسوار. لا انا حسين، انا مالك سوار. مصدق انه احنا حرامية الدجاج؟ انا مساعد مخلص. بعدين لأنه في غلط. في غلط؟ سامي، سامي. طيب يا أستاذ، وين الغلط؟ كان الخطأ في هذه الحلقة هو ظهور المدفأة، علماً بأن أحداث القصة تدور في زمن لم يكن يعرف فيه هذا الاختراع. لقد ظهرت الحقيقة أيها اللصان، انظر. أيها الشرطي، اقبض عليهما. اللحمة يا سيد الرحمة، الرحمة يا سيد الرحمة، اقبض عليهما. وجدت المدافع في القرن 15 وعلى يد المخترع بنيامين فرانكلين، وكانت المدافع المصنوعة من القرميد تستخدم في هولندا وألمانيا، وكانت عبارة عن بناء صغير يتوسط الغرفة. لم يكن بإمكان الجالس رؤية النيران، ثم إنها كانت تحتاج إلى كميات كبيرة من الخشب، ولا تدفئ الغرف بالطريقة التي يريدها الناس. لهذا فكر فرانكلين بإمكانية إيجاد مدافئ لها ميزات تفوق مدفأة الآجري أو القرميد. وفي سنة 1742 اخترع أسلوبا جديدا لحسن استعمال الوقود، وكان هذا الاختراع عبارة عن موقد من الحديد الزهر يوضع داخل المدفأة المبنية من الأحجار. وفضلا عن أنه يستطيع رؤية النيران، فقد كان الدخان يتصاعد من الخلف دون أن يملأ جو الغرفة، مع إمكانية طهي الطعام على القاعدة العلوية المسطحة للمدفأة، وأطلق على هذا الاختراع فرن فرانكلين. وانتشر هذا الموقد انتشارا سريعا بسبب أنه يبعث بكمية كبيرة من الحرارة تزيد عن الكمية التي كانت توجدها المدفأة الألمانية وبنفس كمية الوقود. واستمر التطوير والتحسين على هذه المدفأة، ففي البداية استخدم الناس الحطب ثم الفحم، وأخيرا استخدم الناس الغاز ثم الكهرباء، وظلت المدفأة دائمة التحديث والتطوير حتى الآن. ولكن كانت الفكرة الأولى لبنيامين فرانكلين الذي لم يتقاضى مالا مقابل اختراعه، بل كان كل ما يبتغيه هو أن يقتصد الناس من استهلاك الوقود، وقد حقق هذا ولا شك.